الحرب عندها آثار على المدى القريب وآثار على المدى البعيد، أثرت على الأفراد والمجتمعات ورفاهيتهم، أثرت على الأسر اللي هي بدهم الأسرة بتكون الأسرة هي النسيج الاجتماعي للدولة. بسبب الحرب نزح الأفراد إلى أهلهم وذويهم في الولايات، وتجد في البيت الواحد إنه في أكثر من أسرة، في اكتظاظ سكاني كبير في البيوت. كل واحد عنده عاداته، عنده تقاليده، عنده مفاهيمه، لكل واحد عنده طرق معيشته الخاصة. أدى ذلك إلى حدوث مشاكل كبيرة في الأسر، أدى إلى تفكك الأسر، أدت الحرب إلى ارتفاع كبير في نسبة الطلاقات، في نسبة الفتن بين الأخوان، خسارة الأخوان لبعضهم البعض، لخسارة الأسر.